هو في ايه اهم من الاستعداد للقتال؟ الاكل. يلا نطلب الغداء. ايوه نحط كل حاجه في الحله. والتوابل. ايوه طيب، تعملوا طول النهار ايه هناك في ال هاتسو؟ عسل الياش. كونغ فو. شكرا. بتاكلوا فول؟ لا كونغ فو. طبعا كونغ فو دي اكلة تحفة. ازاي بتحطوا الفول كله مع كونغ؟ ما عندكش اي فكرة انا بتكلم عن ايه؟ لا معرفش خالص. انا لازم ارجع بالطلبات. طبعا اكيد هاجبهم قوي، هاجبهم. هما حاطين ايه في الاكل؟ من فضلك اطلبي الدكتور.